يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. انت نور الله فجرا، جدا بعدي اسري يسرا، ربنا علاك قدرا، يا امام الانبياء، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أستوفي لغوز أعظم، بادشاه هر دو عالم، صدقاء إمام أعظم، دور ہو سبھی کے جنگ جو ہم، یا حبیبی یا محمد، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. يا حبيبي يا محمد، يا أروس الخوف كيني، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام الكبلتين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الصلاة والسلامك يا رسول الله، الصلاة والسلامك يا حبيب الله. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين،
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Voor Doha, namens het bestuur zijn we iedereen dankbaar voor uw bijdrage, uw aanwezigheid, uw stilte. Bijdrage Sindi, de mensen die voor eten, de 10 dagen lang Muharram. Al uw bijdrage, uw komst hier naartoe. Wij zijn u daar ontzettend dankbaar. En ook de bijdrage die u financieel net ook geleverd heeft. We zijn u dankbaar. Mogen Allah Ta'ala u rijkelijk belonen, inshallah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وسل عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأصحابنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
وقنا ربنا شر ما قضيت لنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر والحشر والدين وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا مع المتقين والأبرار وخلصنا من النار وارزقنا شفاعة سيد المرسلين یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما الہی اس حاضری کے اندر یا اللہ جو پڑھا گیا کہا گیا سنا گیا لنگر محاضر اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اس کے اندر یا اللہ کوئی کوتاہی رہ گئی اپنے کرم و فضل سے تو معاف فرما اس کا ثواب نبی کریم رؤوف رحیم احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جلیلہ میں پہنچا اس کا ثواب حضور کے اہل بیت اصحاب تبعین تبع تابعین جتنے بھی تیرے پیارے حضور کی امت میں گزر چکے ان کی بارگاہوں میں پہنچا اس کا ثواب بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پہنچا سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا یا اللہ جو حاضرین ہیں جن کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بارگاہوں میں پہنچا یا اللہ واقع کربلا کے صدقے یا اللہ ہم سب پہ کرم اور فضل فرما ایمان کی دولت عطا فرما یا اللہ اس واقعہ سے سیکھتے ہوئے ہمیں علم اور عمل کی دولت عطا فرما ہم سب کے ظاہر و باطن کو پاک فرما ہم سب کو قربانی تیرے دین کے لیے دینے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو سائے جمیلہ کی توفیق عطا فرما کوششوں کاوشوں کو قبول و منظور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما بے اولادوں کو یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ اس واقع کربلا کے صدقے ہم سب کو شرم و حیا کی دولت عطا فرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلي وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم